المسلم يقول المسلم الذي يقع في الشرك الأكبر من ذبح ودعاء لغير الله جهلا منه وهو بعيد عن المسلمين وليس عنده من يعلمه، هل يبقى له اسم الإسلام؟ ومن أبقى له اسم الإسلام؟ هذا فرض، هذا فرضية، ما هو صحيح، ما نحد بهذه الصفة، ما يسمع شيء ولم يبلغه شيء وجاهل ما بلغ شيء، هذا ما هو صحيح. القرآن بلغ المشارق والمغارب، والآن يتلى على رؤوس الأشهاد في الإذاعات المحطات بأعلى صوت، يبلغ المشارق والمغارب لتقوم الحجة على هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والإسلام ولله الحمد ما هنا بلد تقريبا على وجه الأرض ما فيه مسلمون، ما فيه بلد فيه مساجد فيه مراكز إسلامية الحمد لله، ما له أحد عذر، ولا يقال إن الإنسان منقطع ولم يبلغه شيء، ما أحد منقطع، اللهم إلا المتوحشون الذين في المواحش والأسراب والمجاهل ربما، لكن الآن كما ترون عمرت الدنيا ولا بقي شيء، واكتشفت الدنيا كلها ما بقي شيء إلا افتراض. نعم.